السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه عباده المرسلين، واصطفى من المرسلين خيرهم محمد الأمين، فأكرمه بخاتم الرسالة وخاتم كتاب القرآن المبين، وكلف من بعده من يحمل هذه الرسالة إلى يوم الدين، وتعهد أن يبعث في كل قرن من يجدد هذا الدين، فينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فتشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لماذا أبو الحسن الندوي؟ من هو أبو الحسن الندوي؟ ما علاقته بالعالم الإسلامي؟ ما موقفه من الاستشراق والمستشرقين؟ ما علاقة أبي الحسن الندوي بالواقع المعاصر؟ ما موقفه من الحضارة الغربية؟ كيف كان موقفه من التعليم ورؤيته إلى دور التعليم في بناء الشخصية المسلمة؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الكريم الذي عاد إلينا مرة ثانية، الأستاذ الدكتور سعود نواري، أستاذ اللسانيات بجامعة محمد الدباغين سطيف الجزائر. مرحبا بك أستاذ. مرحبا، اهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا على فيك، الاستضافه. بارك الله أستاذ. أستاذ، لماذا اخترت الشيخ أبي الحسن الندوي؟ وهو أظنه لا يعرف كثيرا. عادة ما باحثينا يتكلمون عن مشاريع فيقولون مشروع الكبير لمحمد أركون، مشروع نصر حامد أبو زيد، مشروع الجابري، مشروع حسن حنفي. أنت لم تمشي مع التيار وخرجت لنا بهذا الشيخ ملتحين من الهند اسمه أبو الحسن الندوي، لماذا اخترته أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد الشكر لكم ولمركز شهاب على هذه الاستضافة. فيما يتعلق باختيار هذه الشخصية، أبو الحسن الندوي شخصية عرفت، لكن في يعني مراحل إلى غاية الثمانينات إلى التسعينات، لكن لم تعرض العرض الكافي ولم تقدم بالصورة التي ينبغي أن تقدم بها. فعادة ما يقدم الشيخ أبو الحسن الندوي على أساس أنه مفكر من جنسية غير عربية، لكن نحن نجهل أو أحيانا نتجاهل البعد الموسوعي لهذا الرجل، بمعنى أنه لم يكن مفكرا ولم يكن أديبا ولم يكن يشتغل بالحديث ولا التفسير ولا يعني بقية فروع المعرفة فحسب، وإنما جمع كل هذا في شخصية واحدة. يعني هو صورة كأنما هي صورة قدت أو بعثت من التاريخ القديم. مشروع هو عبارة عن مشروع متكامل، يعني في الطرح المعاصر. وأنت ذكرت المشاريع التي أخذت بعدا حظها، إعلاميا، أي نعم نعم، أخذت حظها وربما أكثر من حظها. مشروع الجابري، مشروع نصر حامد أبو زيد، مشروع محمد أركون، وهلم جرى. عادة هذا هو التيار أي الإعلامي، نعم، وهذه أزمة حتى وجه، الجامعات أي نعم، تؤكد على هذه المشاريع. وهذا وجه من وجوه الأزمة التي تحدث عنها أبو الحسن الندوي، بمعنى التركيز على طائفة معينة، على نمط معين من الفكر، على حساب أنماط أخرى أو مشاريع أخرى. فأبو الحسن الندوي لو كان يفكر كما يفكر كثير منا لاكتفى بمعالجة قضايا مسلمي الهند ويتوقف صوته هناك ولا يذيع صيته، وإنما هو شخصية متعددة المواهب، حباها الله فهما ثاقبا، إحاطة باللغات واللغات المؤثرة قديمها وحديثها، حباه الله ربانية قل نظيرها، جمع له من فنون العلم على اختلافها، ما جعله متفردا من بني جنسه في الهند ومن بني جيله الزمن الذي استوعب الجميع. أبو الحسن الندوي ينسب الرجل عادة إلى نسب أبيه. وهذا هو سؤالي، الندوي هل هو نسب العائلية؟ عادة الإنسان ينسب إلى أبيه نعم، أو النسل الأكبر للعائلة، لكن هو نسب إلى إطار معرفي استوعب أبا الحسن الندوي وغيره.
المعروف المسمى بندوة العلماء. ندوة العلماء بلكنون. إيه لكنون. ندوة العلماء هذه ضمت خيرة شباب الهند ومفكري الهند ومجددي الهند، الذين منهم من لم يجاوز صيته الهند شبه القارة الهندية، لما أقول شبه القارة الهندية نقصد بها باكستان قبل انفصالها، يعني بعد انفصالها بنغلاديش، بنغلاديش، كشمير والهند شبه حديثا، الجزيرة كاملة، شبه القارة الهندية. القارة الهندية. أي نعم. فهو منسوب إلى نبت العلماء ندوة العلماء، فنقول على شكل جامعة. جامعة، هي ندوة عامة ثم أسس فيها بعد ذلك جامعة، ربما نأتي إلى الحديث عن هذا فيما بعد. فأبو الحسن الندوي ما نعرفه نحن كنسب نقول إنه في أصله وفي مولده يعود إلى شبه القارة الهندية، لكن ربما نغفل عن أن الرجل يعود في سلالته إلى البيت النبوي. يعني لك أن تتصور دكتور خير الدين أن رجلا في مطلع القرن السابع يهاجر مع الفتوحات الإسلامية وقوافل التجار من الجزيرة العربية إلى شمال الهند ويستقر هناك مثل ما استقر كثير من العرب، تجار وفاتحين وعلماء وغيره. قطب الدين محمد المدني جده الأول، نعم، جده الأول استقر هناك وكان نسله، فهو ينتهي إلى محمد النفس الزكية، يعود نسبه أيضا إلى علي بن أبي طالب بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فهي سلالة شريفة. وحينما نتكلم عن السلالة الشريفة والنسب الشريف، زي ما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن عندنا قانون شبه غالب، القانون شبه الغالب، أن كما يقول الله عز وجل، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا صدق هذا وتعاهدناه في حياة الناس، في حياتنا، أن الإنسان يتبع في كثير من طباعه وسمته وتدينه وميوله ربما المعرفية سمت والده وسلالته، فهذا أحرى أن يكون في بيت النبوة. استقر هناك وكان من نتاج هذه السلالة الطيبة أبو الحسن الندوي. والغريب أن أبو الحسن الندوي بفرعيه، من جهة أب أبيه فهو نسب شريف، ومن جهة أمه فهو نسب شريف، نعم، فينتسب إلى الحسن وإلى الحسين. أي نعم. فأبو الحسن الندوي الذي يطلع على سيرته الذاتية، يعني هي تقريبا في بعض الكتب، في بعض كتبه أثبتت في بداية الكتب وهي متاحة الآن على الشابكة. هذا الرجل لما كان فتى، تصور أن شخصا أو فتى في عمر 14 ينتمي إلى أو يلتحق بدار العلوم بجامعة لكنو، وعمره لم يبلغ 15، وحينما بلغ 15 انتسب إلى جامعة دار العلوم، دار العلوم اللي هي جامعة ندوة العلماء. يعني هذا تفتق عجيب في بداية الحياة، حياة هذا الفتى. أوتي مقدرة عجيبة على اكتساب اللغات، فاكتسب الأردية وهي لغته الأصلية، ثم الفارسية، ثم أخذ الإنجليزية. وميله إلى الإنجليزية وشغفه بها جعل والدته تتوجه إلى الله بدعاء أن يصرفه إلى اللغة العربية، وكان له ذلك، فصرف إلى اللغة العربية واستفرغ فيها الجهد وأبدع فيها وكتب فيها. أنت تقرأ له كتاب مختارات في أدب العرب من أجود ما كتب، مثلا القراءة الراشدة وهي سلسلة من قصص الأنبياء موجهة للأطفال الأطفال. بأدب رفيع. يعني هذا الأسلوب لم يأتي من فراغ، وإنما من مراكمات كان الرجل قد ركمها، وهي شهادات لا نشهد بها له نحن، وإنما شهد له بها بعض معاصريه من العرب، مصطفى السباعي، أنور الجندي، محمد المجذوب، المؤرخ محمد السوري، المبارك، شهدوا له بالمقدرة العجيبة على استنباط الفكرة وتمحيصها وجمال وروعة التعبير عنها. جمع هذه اللغات الأربعة واستفرغ الجهد في اللغة العربية، وكان إنتاجه بين الأردية وبين العربية وبين الإنجليزية، يعني مجال واسع من الإبداع، مجال واسع من التخصصات العلمية. لك أن تعرف، لك أن يعني ليس غريبا أن أخذ علم التجويد على رواية حفص، وهي رواية المشارقة عموما،
على الشيخ أصغر، علي أصغر، أخذ العربية على محمد حسين خليل اليماني الأنصاري، وهو الذي أخذ عنه تفسير البيضاوي وقرأه عليه، كما أخذ العربية عن هذا صاحب كتاب تقويم اللسانين المغربي تقي الدين الهلالي، حينما زار أو أقام مدة في الهند وزار محاضرا ندوة العلماء، فجمع يعني أخذ العربية، التفسير، أصول التفسير، عرض التفسير، يعني علم الحديث، يعني كل هذه المعارف ساهمت في تكوين شخصية متكاملة. هذا النوع من التكوين هو الذي كان يدعو إليه أبو الحسن، يعني هو لا يريد شخصية مسطحة، شخصية في إطار ما يسمى التخصص، تتقوقع ضيقة. داخل ضيقة، ضيقة الأفق، ضيقة التفكير، ضيقة الاهتمام، المعارف. ضيقة المعارف. فهو كان بمعزل عن هذا وبعيد عن الدعوة إلى مثل هذا. إذن هذه صورة جد مختصرة عن أبي الحسن الندوي. وكثير يعني نحن في العالم العربي آفتنا، خاصة مرحلة الستينات والسبعينات وما جنته القومية العربية، التقوقع على العنصر العربي والإنتاج العربي بمعزل عن الشخصيات الإسلامية الفاعلة التي أعطت العالم العربي والإسلامي أعز ما تملك، وليس أقلهم قدرا أبو الحسن الندوي. يعني انغماره وعدم شهرته إنما يعود إلى هذا بالأساس، مع أنه يشكل مشروعا متكاملا. هناك طرفة في كتابه عن كتابه ماذا خسر الإعلام بانحطاط المسلمين، لما وصل إلى أحمد أمين، الأستاذ أحمد أمين، من أجل طبعه، وقد أخبروه أن صاحبه هندي، استغرب ماذا يقدم سيقدم هذا الشاب الهندي في كتابه، لكنه لما رأى المراجع بالإنجليزية قرر أن يطبع الكتاب، اعترف أن هذا الرجل له اطلاع فعلا. لا، هو شوف مسألة طباعة هذا الكتاب، هو أبو الحسن الندوي له وهذا كتيب. للمتابعين الكرام، هذا الكتاب هو كان مفتاح دخول أبو الحسن الندوي إلى العالم العربي الإسلامي. نعم. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ هاتي النسخة التي عندي، الطبعة الثانية عشر، سنة 1987 كانت الطبعة الثانية عشر، الآن لا أدري كم هي الطبعة الآن. هذا أو مفتاح الذي دخل به العالم الإسلامي العربي، كل الناس عرفوا بهذا الكتاب، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وأنصح بقراءته. تفضل أستاذ. خلفيات هذا الكتاب يرويها هو في كتاب، في كتيبه، قصة كتاب يحكيها مؤلفه، خلفيات كيف كتب. قال: كنت شابا كتبت كتابا، يعني كانت الفكرة تدور في ذهنه، أراد أن يعالج مسألة أو تأخر العالم الإسلامي. هو لم يطرح السؤال المعتاد الذي لماذا تأخر الذي شكيب اعتاد أرسلان؟ الناس على طرحه، وعلى منواله كتب شكيب أرسلان: لماذا تأخر العرب وتقدم لماذا تأخر غيرهم؟ المسلمون وتأخر وتقدم غيرهم. وأخر هو طرح السؤال بصيغة عكسية: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ بمعنى أن العالم في حالته الراهنة لا يصلح لقيادته إلا العالم الإسلامي، إذا رجع إلى معينه الأول وإلى عهده الأول، بمعنى أن يعيد مجده الأول ليتسنى له قيادة البشرية. أي نعم. يقول: كتبت الكتاب وكانت عندي منه مسؤول، بعثت بها إلى رئيس لجنة التأليف على مستوى جامعة الدول العربية بالقاهرة، اللي هو أحمد أمين. أحمد أمين يقول: بعثت إليه بنسخة، فرد إلي قال: هل رجعت إلى الكتب الأجنبية؟ قال: ظن أنني مثل بعض علماء الأزهر الذين انبتت صلتهم بالثقافة الغربية. والرجل له تبحر واطلاع في اللغة الإنجليزية. قال: فأثبتت له مراجع. أي المراجع الإنجليزية. قال: فأذن بطبعه. ويقول: بقيت مدة لم يفيدني شخص من لجنة التأليف، هل الكتاب طبع أم لم يطبع؟ ما مصيره؟ هل فصل فيه؟ يقول: حتى كانت زيارة لي إلى الحجاز، يقول: التقيت بالسفير السوري في زمن شكري الجوتلي، السفير السوري في باكستان، هذه سنة 50، باكستان نشأت سنة 1947، يعني كان في بداية عهدها. قلت: التقيت وما كان يعرفني، هذا اسمه السفير السوري، اسمه جواد المرابط، يقول: ما كان يعرفني، وجرى بيننا حديث، وأبدى إعجابه بالتفكير الهندي ورقيه ومستوى تفكير المفكرين المسلمين الهنود، وذكر اسمي
وأن هذا الإنسان الهندي المسمى أبو حسن الحسن الندوي صدر له كتاب ومدحه وأثنى عليه من غير أن يعرف أن الذي قبالته إنما هو أبو الحسن الندوي. قل حينها فقط عرفت أن الكتاب قد طبع وصدر، فاستأذنته فأعارني النسخة، طلعت عليه، هذا سنة 1950، بمعنى أن هذا الكتاب أحدث ضجة لأنه أراد أن يشخص علل العالم الإسلامي وكيف يمكن أن ينهض ليتبوأ الصدارة، صدارة البشرية. إذن فهو عكس السؤال من أجل أن يوجد إجابة مقنعة ويطمئن إليها في ليس في بالنسبة للعالم الإسلامي فقط وإنما بالنسبة للقافلة البشرية ككل. خاصة أنه جاء يعني تقريبا قريب من سقوط الدولة الخلافة الإسلامية في العثمانية. أي نعم، الإعلان الرسمي عن سقوط الخلافة 24 تقريبا 24، والكتاب حسب ما تقريبا منتصف الأربعينات. نعم. ثم بعث به إلى لجنة التأليف التابعة لجامعة الدول العربية. يعني روبي طب بقضية سقوط الخلافة، خاصة أنه ومعروف عن الأعاجم الهنود أنهم يحبون العرب، يبجلون العرب كثيرا كثيرا كثيرا. نعم. كانت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لعروبته، نعم. لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كانت لي زيارة في سنة 2000 وأعتقد 2012 لقسم اللغة العربية بكيرالا، المسمى خير الله قديما، والاسم الهندي ماليبار، وأهلها مشهورون بحفظ الحديث. كان هناك في الجزائر شيخ حمزة الماليباري. الماليباري نعم. إيه كان موجودا كان في الجامعة الإسلامية بعد ذلك. نعم. لا أدري ما زال في كلية الدراسات الإسلامية التي صارت تسمى جامعة الوصل أم غادر، لا أدري. نعم. هو أصوله من منطقة كيرالا. لا تتصور الحفاوة التي تتلقاها من الهنود بمجرد أنهم يجدونك تتكلم العربية فينسبونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. إذن فولعهم، لذلك هو في موطن من مواطن كتبه يتحدث عن خصوصية الهند، لماذا الهند كانت رائدة، وهذا ليس تفضيلا لها على بقية العالم الإسلامي وإنما لأسباب. سبب أول، يقول لأن الهند ما زال لها من الإحساس الديني ما يبعثها على العمل، هذا أول. ثانيا، يقول الهند المسلمو الهند هم الذين حملوا لواء التجديد والبعث والإحياء من جديد في العصر الحاضر. وثالثا، لأن الهند العلماء المسلمون الهنود كتبوا أو استخدموا وسيط اللغة الإنجليزية ليخاطبوا العالم ككل، وكان لهم من التأثير ما لم يكن لغيرهم، وأنتجوا في اللغة الإنجليزية من الفكر الإسلامي ومما له تعلق بالتفسير وعلوم الحديث والسيرة النبوية ما يفوق العالم الإسلامي مجتمعا. لك أن تتصور مثلا أخي خير الدين، مثلا أعتقد دار العلوم أو مصرية، لا بالهند، تصور الكتب التي صدرت عنها حوالي 100. المجلس العلمي التابع لها كتب أو صدرت عنه ما مقداره 155 كتاب باللغة الإنجليزية، منه باللغة الإنجليزية والأردية والعربية، حتى أن بعض كتب الندوي ترجمت من العربية فيها إلى اللغات الأخرى إما الإنجليزية أو الأردية. يعني كان لها فضل كبير. يعني إذا أخذت أنت هذا الكم من الكتب، إذا قارنته في ذلك الوقت بما أنتجه العالم الإسلامي من كتب ومنشورة تتعلق بالفكر الإسلامي وعلوم الشريعة من حديثها وتفسيرها وإلى آخره، طاش الميزان. نعم. أو شال الميزان. هو يقال أستاذ أنه بعد وفاة الإمام السيوطي في علم الحديث انتقل العلم الحديث إلى الهند، ولم يعد إلى العرب إلا بظهور الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أيه. لأن الشيخ الندوي، وتكلمت عن نسبه، حدثنا عن أبيه وكتابه نزهة الخواطر. أي بالضبط. هو إذا أي نعم، نحن الاسم الغالب عندنا إذا قرأنا عن الندوي، الاسم البارز هو أبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي. وربما نجهل أن هذا الفتى أو هذا الشاب بعد ذلك هو المفكر، إنما هو ابن طبيب هندي جمع بين الطب وبين بعض علوم الشريعة والتاريخ. كتابه نزهة، كتب عنه علي الطنطاوي في كتابه الذكريات. أظن الذكريات كتب عنه
أنه كتاب من أجود ما كتب في الشخصيات الإسلامية المؤثرة في الهند، جمع فيه حوالي 4500 شخصية بين داعية وعالم، ثمن مجلدات ثمن أظن. نعم مجلدات. يعني لك أن تتصور 4500 شخصية مؤثرة في الهند من المسلمين بين دعاة وعلماء ومفكرين ومحدثين، ليس كما بسيطا. وهو الطبيب، وهو الطبيب. أخوه الأكبر عبد العلي الحسن الندوي، الذي كان يدرس بدار العلوم ندوة العلماء ودار العلوم ديوبند، أي جمع بين التكوينين في الطب، وكان أيضا له ولع بالكتابة في بعض مجالات الفكر. أمه كانت تنظم شعرا، شعر ولها شعر، يعني ما أثر أنه لها شعر حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاحظ أن هذا الجو العلمي الذي تربى فيه أبو الحسن هناك الندوي، أخته أو من لا أذكر من شرحت رياض الصالحين. إيه يعني هذا الوسط. أعمامه الذين أخذ عنهم العربية قبل اليماني الأنصاري والتقي الدين الهلالي، كلاهما أخذ عنه أبو الحسن الندوي اللغة العربية. أي نعم. إذن فهي أسرة معطاءة، أسرة ليست كباقي الأسر. يعني ضمن هذه الأجواء نشأ هذا الاسم. ننتقل من الأسرة، نذهب إلى ندوة العلماء وما أنجبت. أنجبت شبل النعماني، أي نعم، سليمان الندوي، يعني أنجبت أسماء لها وزن في التاريخ الإسلامي. الشيخ شبل النعماني وموسوعته في السيرة النبوية التي أتمها تلميذه سليمان الندوي. الندوي، نعم. يعني مدرسة لها شيوخ وعلماء يعني أفذاذ. هو أخي خير الدين، حينما نتحدث عن الجهود الإسلامية في الفكر والدعوة والتأليف، وما أشار إليه أبو الحسن الندوي نفسه، أشار إلى المحاولات الأولى في استنهاض همم مسلمي الهند، اللي هو السيد أحمد خان. السيد أحمد خان هذا كان من المهتمين بالشأن التعليمي، أسس مدرسة العلوم قبل ندوة العلماء بعقود، سنة 1875، ثم ماو كوليدج والجامعة الإسلامية. يعني تصور أن هذه المكونات الثلاثة، الصروح العلمية الثلاثة، أقل قيمة أضافتها إلى المجتمع الهندي أو مسلمي الهند هو أنها وفرت لهم ودفعتهم لتعلم اللغة الإنجليزية وإجادتها. حينما نتحدث نحن عن إجادة اللغة الإنجليزية، شخصية من الشخصيات التي كتبت، يعني مثلا رحمة الله الكرانوي الهندي، أقصد في الكتاب إظهار الحق. إظهار الحق، نعم، في مجلد المسرانية. إيه كان 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 القس الإنجليزي يتحدى المسلمين. نعم. كتب كتاب سماه ميزان الحق، شوه فيه ما استطاع تشويهه من تاريخ المسلمين ومن ما يتعلق بشريعتهم، فتصدى له رحمة الله الهندي. كتب كتاب إظهار الحق في مجلدين، وناظره على مدار تقريبا 3 أيام متتالية حتى ما عاد للرجل من قوة على المناظرة، حتى أنه كلما سمع برحمة الله الهندي في مكان فر منه. تقول عنه صحيفة إنجليزية صادرة في ذلك الوقت، اللي هي صحيفة لندن تايمز، تقول لو استمر الناس في قراءة هذا الكتاب لتوقف انتشار المسيحية في العالم. ولكنه كتاب جد قيم. نعم. يعني تلاحظ حينما نتحدث نحن عن رحمة الله الهندي، نحن نتحدث عن رجل عاش في النصف الأول من القرن 19، ولم يترك الهند إلا بعد الثورة التي صارت في 1857، هجر من الهند. إذن قبل ندوة العلماء كانت هذه الصروح، ساهمت يعني مع أن أبو الحسن الندوي كانت له ملاحظات وتتبعات. ليس الندوي فقط، كثير له ملاحظات على أحمد خان. على أحمد خان. نعم. أنه أراد أن يوجد تعليما غريبا عن مسلمي الهند. نعم. وأنه ركز على الآداب دون العلوم التجريبية التي ينتفع بها الناس. نعم. وأنه أدخل إلى المناهج التعليمية غربها روحا وشكلا. نعم. يعني كمحتوى و يذكرون هناك ديوبند، هناك جامعة عليكرا، عليكرا ندوة العلماء. نعم. هذه المدارس الكبرى التي ثم تأتي ندوة العلماء. نعم. وهي من تأسيس محمد علي، شو اسمه،
اسم غريب شوية. نعم. هذا أسسها سنة 1893، يعني ندوة العلماء ثم دار المصنفين ثم ندوة المصنفين. المصنفين. مع المجمع العلمي الإسلامي الهندي، كل هذه الصروح استطاعت أن تحتضن مسلمي الهند. مهمتها ليست فقط التثقيف، وإنما إعادة الثقة للنفس، رد الشبهات. يعني مولانا محمد علي المنكري. 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 نعم. وقاد العلامة شبلي النعماني. شبلي النعماني هذا بالنسبة لدار المصنفين. نعم. هو الذي أشرف على تأسيسها. كانت كان له اهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها وأتمها بعده صديقه وتلميذه سليمان الندوي. أي نعم. وكتب عن سيرة عمر بن الخطاب. سليمان الندوي نفسه لما رأى أن المداخل التي يمكن أن تنال من الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية إنما هي لا قبل المواضيع، يعني المدخل الذي عبره يكون إنما هو التاريخ، فكتب كتاب أرض القرآن. تحدث فيه، هو عبارة عن تاريخ للجزيرة العربية من جاهليتها إلى ظهور الإسلام، وعن الطينة العربية وما امتازت به لتكون مؤهلة للقيادة. وهي هذه الفكرة تتكرر كثيرا عند أبي الحسن الندوي بالمناسبة. أبي الحسن متأثر به جدا. أي نعم، يرى بأن العنصر العربي لم يكن شيئا مذكورا، وإنما بطبيعته بقسوة الحياة التي كان يحياها، شرف العيش، بعده عن البذخ، كان مؤهلا ليضحي في سبيل هذا الدين أكثر مما يضحي الإنسان المنعم في بقية الحضارات المعاصرة، سواء كانت الرومية أو الفارسية. إذن هو ينظر إلى العنصر العربي على أساس أنه مادة خام لهذا الدين إذا استطاعت أن تعود إلى النبع الأول. أي نعم. إذن عندنا المؤسسات التي كانت مدرسة العلوم ماو كوليدج والجامعة الإسلامية، هذه بالنسبة لأحمد خان، ثم ندوة العلماء، ثم ندوة المصنفين ودار المصنفين. أستاذ ندوي رجل موسوعي كما قلت، لا نستطيع أن نحيط بكل فكره. نعم. ولكن سنتطرق لبعض بعض أفكاره. ما كان موقف أبي الحسن الندوي من المستشرق والمستشرقين، خاصة أنه متمكن من اللغة الإنجليزية، متمكن من اللغة الأردية، متمكن من اللغة الفارسية، ما كان موقف المستشرقين؟ هو على ذكر المستشرقين يحسن بنا أن نستحضر ما كتبه محمود شاكر في كتابه المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. تقريب كتب ما يناهز 100 صفحة تقريب، معظمها حول الاستشراق. يقول تظاهر على تأخير العالم العربي والإسلامي والفتك به 3 عوامل أساسية: الاستشراق والاستعمار والتنصير. هذه الثلاثة يقول العاملان الأخيران يعودان بالأصل إلى الاستشراق. الاستشراق الذي كان يدا ناعمة دخلت إلى العالم العربي والعالم الإسلامي، جمعت ما استطاعت أن تجمعه من المخطوطات والكتب فيما يتعلق بكتب الحضارة، كتب التاريخ، وجملة ما يستفاد منه بعيدا عن القيم الروحية، فأخذتها. يمكن أن نقف عندما دونه المؤرخ الجبرتي الابن، يقول في الاتفاقية الصلح هذه التي أبرمت مع الفرنسيين، يقول كان ثمن هذه الاتفاقية أن يصطحب الفرنسيون معهم كل أوراقهم، كل المخطوطات التي حصلوا عليها واشتروها بحر مالهم إلى فرنسا. ومعروف أنهم لم يحصلوا شيئا من المخطوطات، بعضه مجانا وبعضه غصبا، وقال ولم يبقى في الخزائن في القاهرة وما وقعت عليه اليد إلا قلة قليلة نجت من الفتن، يعني الفتن الحروب وما إليه. إذن فالاستشراق من منظور أبي الحسن الندوي في كتابه الإسلام والمستشرقون يقول لا يمكن لعاقل بصير بالبحث وأتعابه أن يصدر حكما على طائفة بأكملها وأن يضعها في سلة واحدة. هذا كلامه هو بحق المستشرقين.
أراد أن يقول أن الحكم على الاستشراق كله أنه سلعة فاسدة، يقول ظلم. هذا ظلم، يقول هذا مخالف لأخلاق القرآن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أجل منك شنآن ألا قوم. يجرمنكم شنآن قوم. قوم على تعدل. ألا تعدلوا اعدلوا هو وقل أقرب التقوى. للتقوى. ويستشهد بآية الميزان في القرآن الكريم، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، فكل حكم بقسطاس، كل حكم ينبغي أن يكون عادل. يقول أنه من جهود المستشرقين، من المستشرقين أنفسهم، من كان يحدوه روح البحث والتنقيب خالصة، فاستنقذ لنا من التراث الإسلامي عيونه، وسهر على تحقيقه وتدقيقه وإخراجه للناس، واستنقذه من آفة أو عاهة الأرض ومن القومة والورثة الجاهلين. هذا تعبيره. يقول: وبالمقابل هنالك طائفة من المستشرقين وهي كثيرة. يقول هذه الطائفة قرأت التاريخ الإسلامي ووضعت أصابعها على مواطن ما يبدو خللا، إما في السيرة النبوية أو التفسير أو التاريخ أو التشريع وما إليه. إذن هو يميز بين نوعين، وهذا يذكرنا بتصنيف مالك بن نبي في الظاهرة القرآنية الاستشراق. يقول هنالك نوع من الاستشراق، استشراق ظاهر صاخب، هذا لا يؤبه به ويمكن أن يلتفت إليه، لكن الأخطر هو الاستشراق الميكافيلي الصامت الذي الماهر. يدلس، الذي يدلس. وهذه العبارة، هذه يقول أبو الحسن الندوي، يقول بعض المستشرقين وهو يسرد لك تاريخ الحضارة الإسلامية يركز على خلل واحد ويغمره بالحسنات. يقول على أن هذا الحسنات بالنسبة إلى السم الذي تم دسه ليست إلا هوامش. ويعطي مثال، يقول حينما يتحدثون عن الدعوة الإسلامية وأنها كانت ظهرت في بيئة جاهلية، كيت مواصفتها كيت وكيت وكيت، يقول يذكرون هذا ويغفلون عن أو يغفلون الحديث عن المصدر اللامادي أو المصدر الإلهي للدعوة المحمدية، ويصورون الدعوة كأنها كل الظروف كانت مهيئة، وإنما فقط تحتاج إلى فتيل لإشعالها، كالقنبلة تحتاج إلى فتيل لتفجيرها. إذن فهو يميز بين نوعين من الاستشراق، استشراق باني، واستشراق يأخذ طابع البحث العلمي، طابع التنقيب، لكن في حقيقته إنما هدفه أن يضرب خصوصيات المسلمين في حضارتهم، يفقدهم ثقتهم بهذه الحضارة. إذن هذا موقفه، يعني موقف استاذ. أول. إيه. لكن أستاذ أجده أنه يعيب على المجامع اللغة العربية وجامعاتنا أنهم تجد في مجمع اللغة العربية المصري أو السوري أو العراقي أعضاء من المستشرقين، هو يعيب ذلك. إيه نعم. نعم، ليس هو الوحيد الذي عاب هذا. كيف أستاذ؟ إيه نعم. المجامع خاصة مجمع القاهرة كان يضم بعض المستشرقين. نحن حينما نتحدث عن المستشرقين لا نتصور أن جميع المستشرقين يتقنون اللغة العربية. أي نعم، عندنا هذا المستشرق الفرنسي شارل بيلا، هو الذي يصرح بأنه لا يغرنكم، فما كل مستشرق يحسن اللغة العربية، فكيف تأخذ هذا الإنسان هذا الذي علاقته بالعربية ضعيفة، ثم تضعه على أو في هيئة هي أعلى الهرم بالنسبة للثقافة، ثقافة أمة من الأمم. إذن هو يتحدث عن دور المجامع اللغوية التي هو كان جزءا منها، كان مؤازرا في المجمع الأردني للغة العربية، وكان مراسلا لمجمع اللغة العربية في دمشق، وكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية في شو اسمه في جامعة آل البيت في الأردن، وهكذا. إذن بالنسبة هذا جزء من مثلا، إذا جئنا إلى عينة، نحن نأخذ عينة من المستشرقين اللي هو صاحب كتاب التطور النحوي للغة العربية، برجشتراس الألماني. أي نعم، إذا قرأت أنت مقدمة تحقيق رمضان عبد الدور وقد كان طالبا له في الجامعة المصرية،
يقول قبل أن أخرج الكتاب للناس أجريت عليه مجموعة من التعديلات، هناك عبارات لم تكن لتستقيم. هذا المستشرق الذي ولع به الناس كثيرا والذين صرنا نأخذ العربية عنه، صحيح الكتاب إذا قرأته ربما اطلعت عليه له ملاحظات تتعلق خاصة بالجانب التطوري للغة العربية، لكن ربما آخر من يتحدث عن اللغة العربية هو المستشرقون. يعني في منذ القديم إلى اليوم هناك قامات علمية كبيرة يمكنها من داخل اللغة العربية، من أهل اللغة العربية، جمع لهم الله من الإمكانيات ما به يستطيعون أن يتصدوا لمثل هذه المهمة. يعني آخر واحد ممكن يؤتمن على اللغة العربية هو المستشرق. أي نعم، المستشرقون حديث أبي الحسن الندوي عن الاستشراق يقف بنا عند عينات، يعطينا يعني أمثلة شذرات لعل نتيجة من النتائج التي أفضى إليها الاستشراق هو قطع الصلة بين المسلمين وبين ثقافتهم وبين دينهم، حتى أنه كما يقول أبو الحسن الندوي كثير من المسلمين لا ينتسبون إلى الإسلام سوى بالإسم. يقول عقدت قرانا بين واحد من أعيان الهند من المسلمين، واحدة شاعرة هندية معروفة سروجني نيدو، يقول هذا حينما أردت أن أعقد لهم قران قل أنا الذي كنت ألقنه الشهادتين. حالة ثانية يقول رجل من المسلمين الهند تزوج فرنسية فما علمت أنه من المسلمين حتى عادت إلى الهند، لأنها ما رأت منه صلاة ولا صياما ولا وقوفا على بقية الفرائض. يعني هذا يمكن أيضا أن ينسحب حتى على العالم العربي وليس فقط. مثال أستاذ مثلا محمد أركول لما تقرأ الكتابات يترجع إلى مراجعه، كل مراجعه استشراقية، لا تجد مرجع عربيا. يعني ترى أنه كما قلت قطع بين المثقفين العرب المسلمين والتراثهم، ولم يتعامل مع التراث يذهب المستشرقين، يترك ما كتبه أعلامنا ويذهب المستشرقين. هي آفة قديمة. نعم، هذا المستشرق الروسي كبير المستشرقين كراشوفسكي يتحدث عن كتاب تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان، يقول أخذ الرجل مادته الأساسية من دراسات المستشرقين ثم أضاف إليها ما تمكن من إضافته من المصادر العربية، بمعنى أن المادة الأساسية أخذها من كتب الاستشراق. وبالمناسبة حينما صدر هذا الكتاب تصدى له من الذين تصدوا له شبل النعماني، أي في كتاب الانتقاد على تاريخ التمدن الإسلامي، وبين فيه ما وقع فيه الرجل من 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 معاطب تاريخية، يعني بالنسبة للقيمة التاريخية للأحداث، انسلاخ العرب والمسلمين عن القيم العربية أو القيم الإسلامية ليس حكرا على الأعاجم. أنت لو تقرأ مثلا مذكرات جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة المصرية، نعم جلال أمين اللي هو ابن أحمد أمين، ويتحدث عن أبي يقول ما رأيت أبي يصلي ولا يمارس الشعائر الإسلامية، بمعنى أن ارتباطه بالدين إنما كان ارتباطا شكليا. أحمد أمين بلغ من ولعه بالاستشراق أو فكر الاستشراق أنه كان يمكن أن نقول يشير على من يقع في بعض المآزق للخروج منها، مثلا حسن علي عبد القادر، هذا قصة يرويها مصطفى السباعي. اي يقول لما صدر له شيء من هذا عن الزهري، عن كتاب الزهري، وقد اخذ مادته من جولزهر، يقول ثار الناس وكذا. يقول بعد ذلك اسر الي صاحب العمل لمصطفى السباعي، يقول نصحني احمد امين بأنه إذا أردت أن تمرر فكرة لا تبدي لأهل الأزهر بأنها إنما اشتقت من فكر الاستشراق، وإنما عليك أن تعبر عنها باعتبار أنها صادرة منك أنت وتغلفها حتى تمر كما فعل طاحسين في الشارع الجديد. أي بالضبط. نعم. أستاذ الندوي، الشيخ الندوي كانت له علاقات مع العالم العربي والعالم الغربي، ورحلته عديدة طاف العالم كله عربيا وأعجميا، والجميل فيه أنه كل ما يدخل قطرا عربيا يكتب رسالة إلى أهل ذلك القطب بالنصح، رسالة إخوانه في سوريا، رسالة إخوانه في مصر،
ويتكلم دائما في رحاله دم يدون في نصائحه. ما كان موقفه من الحضاره الغربيه استاذ، خاصه الهند في عصره كانت مع الانجليز، علاقات مع الانجليز، استعمار الانجليزي، ماذا كانت موقفه من الحضاره الغربيه؟ بالنسبة للحضارة الغربية، حديثه هو حديث المطلع، حديث المطلع المباشر من غير وسيط، نحن الذي لا يتقن لغات أجنبية حديثه عن الحضارة الغربية إنما هو حديث عن طريق الوسيط، وبالتالي ممكن أن تمر أشياء وتعلب ناقل أشياء فقط، ناقل ناقل، لكن الرجل كان متمكن من إنجليزي. اللغة الإنجليزية، وهي بالنسبة إليه كانت بوابة للمعارف الغربية. موقفه من الحضارة الغربية خاصة أن أستاذ له كتاب الصراع الفكري بين الفكرة الإسلامية والفكرة الفكر الغربية في الغربي، القطار الإسلامي. اي نعم. الصراع الفكري بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية. موقفه كان واضحا ان هذه الحضاره انما هي حضاره ماديه صرفه، ويستعير عباره من عبارات محمد اقبال، يقول وله أستاذ ترجمة شعر إقبال، روائع، اي روائع نعم إقبال، نعم. اعذرني أستاذ، تمام، ما نعرف مشكله. المتابعين بمؤلفاته يعني، وأنصح بقراءته هذا روائع إقبال، ترجمة من الأردية للغة العربية. تفضل أستاذ. يقول عن الحضارة الغربية، هي عبارة يقتبسها من محمد إقبال، يقول هي حضارة جسمها قوي ناظر من النظارة، جميل يعني. أي نظارة يعني الجدة، وقلبها مظلم فاجر، أي نعم، وصف بمعنى جميل. أنه هي حضارة ركزت على الجانب المادي حتى أهملت روح الإنسان، لهذا وبالتالي سمي شاعر الإسلام محمد إقبال أي نعم. قول كما هذا. لا يعني لو أذنت في تفضل استاذ، أنا تفضل. واحد النص حق استهواني كثيرا في تفضل. التعبير عن الحضارة الغربية لمحمد إقبال. إيه يقول، لقد جردها تلوث الروح، لقد جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر والفكر السامي والذوق السليم، وتسلط عليها القلق الدائم، لقد أظلم الجو في عواصمها بدخان المصانع المتصاعد الكثيف، ولكن بيئتها على كثرة أنوارها غير متهيئة لفتح جديد في الفكر وإشراق من عالم الغيب. إنها حضارة شابة بحداثة سنها والحيوية الكامنة فيها، ولكنها محتضرة تعاني سكرات الموت، وإن لم تمت حتف أنفها فستنتحر وتقتل نفسها بخنجرها، ولا غرابة في ذلك، فإن كل وكر يقوم على غصن ضعيف ليس له استقرار، ولا يستغرب أن يرث تراثها الديني ويدير كنائسها اليهود. إن أساس هذه الحضارة ضعيف منهار، وجدرانها من زجاج لا تحتمل الصدمة. إن الفكر المارد الذي أزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح بجموحه يهدد وكر الغربيين ومهدهم. إن العصر يتمخض عن عالم جديد. إن العالم القديم الذي حوله الغربيون مكانا للقمار يلفظ أنفاسه. إن نور هذه الحضارة باهر وشعلة حياتها ملتهبة وهاجة، ولكن لم يكن في ربوعها من يمثل دور موسى فيتلقى الإلهام ويتشرف بالكلام، ولا من يمثل دور إبراهيم فيحطم الأصنام ويحول النار إلى برد وسلام. يعني هذه إشارة لطيفة إلى أن الحضارة الغربية لم ولن تستند إلى وحي، فالأرض الغربية على اختلافها ليست مهدا للنبوة، وبالتالي هذه الحضارة التي تظلم فيها الروح، بمعنى غياب القيم الإنسانية، غياب القيم الروحية، فالإنسان بالنسبة إليه مجرد سلعة اللي تولد من الحداثة وما بعد الحداثة، كل هذا الإنسان الذي يباع ويشترى، الذي لا ينظر إليه إلا على أساس أنه جزء من آلة شغالة، أو من سيرورة لصناعة منتجة، أما الجانب الروحي، الجانب الإنساني فمغيب. إذن هذه نظرته إلى الحضارة الغربية، ولا فرق عنده بين، كما يقول محمد إقبال في النص الذي يقتبسه، لا فرق عنده بين رأسمالية ملوكية ولا شيوعية. الجامع بين الفكر الاشتراكي الشيوعي والرأسمالي الغربي، وإن تعددت ماديته المناهج والإسقاطات إلا أن الجامع بينهما، قال ماديته الجانب المادي، وأنها حضارة تعتمد على النهامة والشراهة للمادة. إذن هذه نظرته أو تقييمه ماذا لو المجمل، حضر الآن؟ سيكون الأمر أكثر سوءا. وله قصيدة
يتخيل في أن أبا جهل بعث من جديد في مكة. في هذا الواقع نعم. سيكون أكثر سوادا. إذن ما هو المطلوب في نظر الشيخ أبي الحسن الندوي في التعامل مع الحضارة الغربية؟ أظن أنه يتكلم عن ثلاث مواقع، على ثلاث مواقع، على ثلاث مواقف: موقف المنغلق، أي. الموقف المنفتح، والموقف الذي يزن الأمور بينه. الموقفان الأولان جربا، هو يدعو إلى خيار ثالث وهو الذي ينفتح الحضارة الغربية فيأخذ منها ما تسنى أخذه مما لا تعلق له، مما لا تعلق يعني به في القيم الروحية. هو الموقف المنغلق يسميه الموقف السلبي الذي السلبي يأخذ نعم. كل ما هو غربي. أي. نعم. أو الذي يأخذ كل شيء ويتمثل كل شيء، والذي أنتج لنا شخصيات مشوهة يعني لا هي بالغربية. الموقف السلبي يقصد الموقف الذي يرفض الحضارة الغربية الحضارة الغربية بكاملها، قصدي، هنالك موقف سلبي يرفض الحضارة الغربية وينغلق على ما يملك. على ما يملك. هذا خارج إطار التاريخ، لأن سيرور التاريخ يعني عجل التاريخ مستمر. يعني أنت موجود في التاريخ شئت أم أبيت، فلا بد أن تجد لك موقعا فيه. الموقف الثاني وهو أما أنا المنفتح. مر المرة الموقف الثاني أستاذ، أعجبني ما نقله الشيخ أبو الحسن الندوي عن الأستاذ محمد أسد أي ليوبولد فايس أي المستشرق، بول فايس كتابه الطريق إلى مكة، يتكلم عن العالم الإسلامي إذا انغلق عن الحضارة الغربية وصراعه مع الحضارة، كيف يكون مد الحضارة الغربية عليه. يقول: زار الأستاذ محمد أسد الذي عاش في أوروبا وتجول في العالم الإسلامي، لعلم متابعي الكرام الأستاذ محمد أسد هو سفير، لا أذكر من أين الجنسية، ألمانية، ألماني ألمانية. ألماني أصول عائلة ده يهودية. كان اسمه ليوبولد فايس، ثم أسلم أصبح محمد أسد. له كتابان مشهوران: الطريق إلى مكة، وكتاب الآخر إسلام في مصر. الإسلام في مفترق الطرق، ولكاتبنا الجزائري أحمد عروة رحمه الله كتاب سلام. بنفس العنوان: الإسلام في مفترق الطرق. الأستاذ الندوي ينقل من كتاب الطريق إلى مكة، يبين كيف كان هذا الرجل يفكر بعيدا، فيقول: زار الأستاذ محمد أسد الذي عاش في أوروبا وتجول في العالم الإسلامي الجزيرة العربية الوادعة الهادئة في سنة 1932، وهي لا تزال متمسكة بتقاليدها العربية الإسلامية أشبه بالماضي منها بالحاضر، لم تجز خلال الحضارة الغربية ولم تقتحم سورها الرملي سورها الرملي الأساليب الغربية والمصنوعات الحديثة. فشك في طول حياته فشك يقصد محمد أسد فشك في طول حياته هذه العزلة والبعد عن تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزيرة، فقال: وعندما وصلت بتفكيري لهذا الحد سألت نفسي فجأة: إلى متى يستطيع زيد هذا الذي كان مرشده في الصحراء، فسألت نفسي فجأة: إلى متى يستطيع زيد وقوم زيد يقصد العرب أن يحتفظوا بتماسكهم الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثير من الخداع والمكر وبصورة لا تعرف الرحمة أو اللين؟ نحن نعيش في زمن لم يعد الشرق فيه يستطيع أن يبقى ساكنا سلبيا في وجه الغرب الآخذ بالإطباق عليه. إن آلاف من القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية تطرق أبواب العالم الإسلامي، فليخضع هذا العالم ويستسلم إلى حضارة الغرب ويفقد خلال التفاعل الأشكال وأنظمة التقليدية فحسب، بل جذوره الروحية أيضا. يعني ليوبولد فايس في وقت في 1933 كان يتساءل: هل الجزيرة العربية تبقى هكذا برمالها؟ وانظر الآن كما هي، كيف هي الجزيرة العربية، الأول خاصة في الاتجاه الأخير مع محب بن سلمان وجماعته. يعني الأمر ليوبولد فايس كان دبلوماسيا وفيلسوفا منظرا، كان ينظر إلى بعيد. هذا موقف السلبي الذي كان رفض الحضارة الغربية وانغلق على نفسه فخسر كل شيء. أي نعم. نعم. وبالمقابل المنفتح كليا على المعطى الحضارة الغربية أيضا، أول ما يفقده هو هويته. ربما يكسب أشياء مادية تتعلق بالجانب المادي، لكن أكبر ما يخسره هو هويته، ثقافته، كينونته التي تميزه عن غيره. لذلك هو يقترح حلا وسطا. الحل الوسط هذا أن تأخذ من الآخر، الإنسان الغربي أو الحضارة الغربية، ما يناسبك أنت. على رأس ما تأخذ جملة العلوم البانية، المادة الخام المنفصلة عن القيم الروحية، خاصة في مجال العلوم البحتة. بمعنى أنه في بعض المعارف التي تصطبغ شئنا أم أبينا بالبعد القيمي والروحي لصاحبها، حتى أنه في مقطع يقول:
يقول الصانع يؤثر في صنعته وإن لم يدر ذلك، فما بالك إذا درى، إذا علم سيكون التأثير أشد فتكا. معنى ذلك أنه مجال الإنسانيات والاجتماعيات من هذه في طائفة هذه العلوم إنما هي مستوعبات فكرية لأصحابها الذين أسسوا لها. إذن فهو يعطينا حل وسط، وفي ذلك يشخص أزمة. هذا ما نعيشه أستاذ وأنت في تخصصك، نسينا الجرجاني وذهبنا مع دي سوسيال. نعم نعم، ليس فقط الجرجاني، يعني تقريب صرنا ننظر إلى تراثنا نظرة المتوجس المتخوف، أيوه المتوجس، أو حتى ننظر إليه على أساس أنه تراث متهم. يعني دائما نحن ننتقل بين طرفي نقيض. أستاذ شيخ شوقي أبو خالد كتاب الإسلام في قفص الاتهام رحمه الله. إذن فنلقوا الناس يعني بين على طرفي نقيض، إما أن يقبل التراث على جملة وتفصيلا، والتراث عبارة عن جهد بشري له ما له، له ما له وهو كثير، وعليه ما عليه كبقية المجهودات يعني الإنجازات البشرية المعرفية وهو قليل يمكن تنقيته. بمعنى هذا الاتهام جعلنا نلغي أو نرفض التراث جملة وتفصيلا، ونتبنى كل وافد إلينا من المنجز المعرفي الغربي، حتى أننا نبرر أحيانا لإخفاقات غيرنا. وبالمناسبة هذا مسألة تبني اللغة الإنجليزية هذه قد تكون يعني إذا أحسن توظيفها قد تكون جسرا لهو، بمعنى قطع لهذا مرحلة الوساطة بين اللغات. يعني تصور كتاب من الإنجليزية إلى الفرنسية قد يأخذ 10 سنوات في الترجمة، ثم كم يأخذ هذا الكتاب من الفرنسية إلى العربية؟ يعني في الوقت الذي تحاول أن تواكب فيه تكون الموجة قد وهذا ما نعيشه. نعم، حينما خرج الناس من الاتجاه البنيوي إلى ما بعد البنيوي دخلنا نحن البنيوية والأسلوبية، ونحن الآن في مجال والعرفانية. يعني هي عبارة عن تقليعات زي ما يقولوا مجارات لغيرنا. نحن لا نرفض ما ينجز غيرنا على إطلاقه، ولا نتقبل ولا نحتضن التراث أيضا على إطلاقه. في كل شيء كل جهد بشري فيه المحمود وفيه المذموم. إذن تشخيصه في هذا الجانب يحاول أن يشخص آفة أو سر تأخر العالم الإسلامي، وفي جانب آخر يحاول أيضا أن يشخص أسباب ومعاطب تأخر ومعاطب الواقع العربي. بالنسبة للعالم الإسلامي يعيده إلى مجموعة أسباب تأخر أو غيبوبة العالم الإسلامي، يعني انفصاله عن المعطى الحضاري المواكب، عدم ولوجه عبر اللغات الفاعلة، ولا في إفريقيا في تبنيها اللغة الفرنسية يعني لم تتبنى لغة أخرى كما تبنتها دول أخرى، فتختصر الزمان وتختصر الجهد لتصل إلى النبع مباشرة. وأيضا علو الإسناد كفي علم الحديث، في علم الحديث بمعنى صل نفسك مباشرة بالنبع من غير وسائط عن طريق ترجمة. وهذا من عيوب يعني من عيوب أساتذة في الجامعة، تجد أن أستاذ جامعي لكنه يقرأ بلغة واحدة بعين واحدة. أي نعم، وهذا عيب كبير يعني أحيانا تقرأ يقال أن من أجل أن يبدع الإنسان لابد أن يمتلك أكثر من لغة، هذا قد يكون عاملا جيدا لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الشرط الأساسي الذي يتوقف عليه الإبداع. يعني أنت ترى مثلا التراث، أهل التراث على ما أبدعوا، خذ أي واحد شئت من الجرجاني إلى غيره، قد يكونوا يتقنون لغة لكن استفادتهم أو إبداعهم كان داخليا ضمن المنظومة المعرفية الغربية. إذن هذا عامل ثالث. عامل رابع قول هو تقاعس المثقفين في العالم الإسلامي الذين يمتلكون ناصية اللغة التي تصنع أو التي يكون بها الإنجاز، بها وفيها الإنجاز. إذن هذه عوامل أربعة يراها أنها كانت سببا رئيسا في تخلف أو تأخر العالم الإسلامي. بالنسبة للعالم العربي عنده رسالة صغيرة، كارثة العالم العربي، عنوانها كارثة العالم العربي، يختصرها في عوامل ثلاثة. أولها العامل الأول وهو الذي قضى على الاستعداد الفطري عند الإنسان العربي لأن يتبوأ من منزلة الصدارة، وهو عامل الانغماس في الحضارة الغربية الجانب المادي منها. يقول حينما انفتحت أو معطى الحضاري الغربي وثورة النفط أغدقت على العالم العربي ثروة لا تصدق،
فمال الناس إلى البذخ وتركوا حياة الشدة والشظف. يقول هذا جعلهم يستكينون، هذا نوع من الاستكانة، والذي عبر عنه قال ما وجدت كلمة تعبر عن هذا كقوله تعالى الخذلان، ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. يقول ما وجدت مفردة كالمفردة القرآنية التي تعبر عن هذا، بمعنى أن انهزام العالم العربي والعالم الإسلامي ليس هو في المعطيات المادية التي يسهل اكتسابها، وإنما هو في التخلي عن هذه الرابطة اللامادية، بمعنى أن الإنسان الإنسان العربي والمسلم له خاصية أنه يستمد وجوده من مصدر علوي بصدق الرسالة التي يحملها. هذا العمل الأول. العمل الثاني يقول الاتجاه القومي وما جناه، يذكر ما حدث في العالم العربي من نزاعات قومية، حتى أن القومية هذه جعلها محمود تيمور في إحدى مقالاته جعلها نبوءة العصر. يقول إذا كان لكل عصر نبوءة فإن نبوءة هذا العصر القومية هي نبوءة هذا العصر، ولا بد أن ينهض الكتاب، أن يكون الكتاب والعرب هم حواري هذه الدعوة. يعني اقتبس نصوصا كثيرة تبين هذا المنهى. إذن وما جنته النزعة القومية، يقول وينسى هؤلاء أن الشيء الذي يسمى الآن أو الكيان الجغرافي الذي يسمى الآن العالم العربي ما كان موجودا لولا الرسالة المحمدية، بمعنى أن العنصر العربي كمادة خام له قابلية أن يشتغل، لكنه يشتغل بعامل مفاعل اللي هو الدعوة المحمدية. إذن هذا هذه القومية التي أشعلت العصبيات وكانت سببا في ظهور الحركات الانفصالية وما حدث في العالم العربي، ضمن مقولة ما يسمى الطوق العربي، بمعنى الطوق العربي العامل الذي يجعل العالم العربي موحدا مع استبعاد العنصر غير العربي، تستبعد الكردي واستبعد التركماني واستبعد التركي، وهم كلهم تجمع حضارة المحيط الحضارة العربية. فأنت الذي تعزله حتى وإن كان يشترك معك في الفكرة الدينية إلا أنه سيثور عليك يوما. نعم. إذن هذه آفة العالم العربي مع العالم الإسلامي في نظر أبي الحسن الندوي. وأنت تتكلم أستاذ عن قضية الماديات وقضية الخذلان، ندوي يأتي بقصة ربعي بن عامر. نعم، يقول أرسل سعد بن وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابية المبسم الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقالوا له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحي فوق النمارقة فخرق عامتها أي قطعها، فقالوا له ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يعني تكلم أستاذ عن خذلان عن حب الدنيا وكان يموت. هو دائما يستشهد بهذه القصة، هو يجعل قوة المبدأ والروح. هو يجعل دكتور خير الدين يجعل عامل أو مقوم أساسي يجب أن هو منطلق الحضارة الإسلامية، وهو التجرد عن حظوظ النفس، وهو مارسها عاشها، هو عاشها ولو كتاب ربانية الأرهبانية. نعم عاشها. يعني يذكر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه أبو الحسن الندوي، نعم يقول زارنا في إحدى المرات وشكى إلينا ما تعانيه دار العلوم من ضائقة مادية. فأشرت إليه بأن يسأل بعض الأمراء والتجار. نعم. قال هؤلاء مرضى ونحن أطباؤهم، كيف تنتظر
يعني ما موقعك أنت من هذا المريض؟ إذا سألته ما تنهاه عنه؟ قال قلت له إنما تطلب للدار. قال هؤلاء لا فرق عندهم، إن طلبته لنفسك أو طلب، ما دمت أنت الطالب وأنت الآخذ. أي نعم، محمد المجذوب في كتابه المفكرون دعاة عرفتهم، علماء عرفتهم، يقول كان معنا أبو الحسن الندوي في المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، يقول ما عهدت عليه أنه أخذ مكافأة، وكان ترصد لهم المكافآت السخية، ما أخذ مكافأة قط، ولا أذكر أنه بات في يوم عند في فندق على حساب الجامعة. الرجل كان متجردا حتى أنه كليا. لم يبت في فنادق 5 نجوم، كان يبت عند تلاميذه وأصدقائه. اي نعم. نعم، إذن هو حديثه عن هذا يعني مارسه، جربه ليعرف قدره. التجرد عن حظوظ النفس هو المنطلق، وهو الذي كان يتميز به الإنسان العربي الذي احتضن الدعوة فقدم تضحيات من غير مقابل. الذي مثلا في إحدى الغزوات، أعتقد القادسية، هذا ابن علباء، يقال أنه كان يقاتل حتى ضربه واحد فارسي بسيفه فبقر بطنه فخرجت أمعاءه، اندلقت. يقول حمل أمعاءه، أمعاء يعني شد على بطنه وأمعاءه تندلق، وواصل. يعني تصور إنسان هل يستطيع أن يبلغ هذا المبلغ لأجل لا حظ من الدنيا، وإنما مطلبه الآخرة، الذي يسلم ويحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، فيرمي التمرات ويقول بخين بخين، لئن أكلت هذه التمرات إنه لزمن طويل. يعني تلاحظ والذي صلب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم شوكة، اي نعم، أذكر خباب الأرض، خباب الأرض، اي نعم، قالوا هل ترضى أن محمد مكانك؟ قال ما وهو في أحب، الصليب يصلب، ما يعني لا أرضى أن يشاك بشوكة بشوكة. وهو في مكانه هناك. إيه، إذن هذا النمط من الناس هو الذي صنعتهم هذه الدعوة، بمعنى أنه كانت الأرض مهيئة، مهيئة. النفسية مهيئة، اللي هي التجرد من حظوظ الدنيا، القدرة على الانفلات من حظوظ النفس. تكملة لهذا أستاذ، أنت تكلمت عن هذا الجيل الذي حمل الدعوة أي نعم وتحرر من حظوظ النفس، أكيد هذا الجيل تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم ورباهم. ما موقف الشيخ أبي الحسن الندوي، وأظن أعلم أنك تهتم كثير بهذه النقطة أساسا، موقفه بالتعليم، تلك وهل معضلة. آراءه في أي نعم، التعليم؟ نعم، التعليم هو معضلة كل أمة، وأعلم أنه لديه رسائل في ذلك. أيه، في آفاق رسالة في التعليم، عنده أكثر من رسالة حول التعليم. نعم، أيه، أعلم. يعني منذ فترة كانت هنالك حوارات في الجزيرة، ضيف كانت يستضاف فيها أحمد منصور، يستضيف فيها سياسيا ورئيس حكومة، استضاف فيها أردوغان رئيس حكومة إيرلندا، مجموعة من الضيوف. النقطة في الأخير التي يركزون عليها أن التعليم، الاستثمار في التعليم، هو مدخل كل تغيير في الآفاق المتوسطة، يعني من 10 إلى 15 سنة يعطيك الثمار التي تريد. يعني تصور أنت إذا أردت أن تصلح أمة، يكون ذلك عبر التعليم في مدة وجيزة من 10 إلى 15 سنة، يكون القاضي والشرطي والدركي والأستاذ والمهندس والطبيب كلهم من خريجي هذه المدرسة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن نحن الآن نحصد ثمار مرة لسياسات تربوية متهالكة، يعني منظومة جيل أول جيل بعد جيل جيل بعد، وما وصلنا إلى ما كنا الإصلاح. نترجى. أي نعم، إذن فاهتمامه بالتعليم باعتباره المدخل الضروري لكل تغيير، المدخل الضروري لكل تغيير. يعني إذا أردت أنت أن يعني تغير أمة في الاتجاه السلبي أو الاتجاه الإيجابي، يمكن أن يكون لك ذلك عن طريق التعليم. وأذكر أن محمد إقبال وصف التعليم كالحمض الذي يذيب ثم يبني. نعم، إيه، زي ما كان واحد من الصحابة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التعليم، ليس مهيكلا في مدرسة ولكن كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، وعلماء السلوك يقولون التحلية والتخلية، بمعنى أنك تهدم ما تفرغ، أي نعم، ما استقر في الذات من رواسب أنت لا تريدها ليحل محلها قيم أخرى أنت تريدها وتراها بأنها قيم توصلك إلى المبتغى. حتى أن الشيخ الندوي يتكلم عن المناهج التي استنبتها الزعماء الجدد، هذا الزعماء الإصلاح الجدد، نعم،
الذين استغربوا. يعني يمكن أن نأخذ نموذج واحد حتى لا نطيل. كيف نشأت باكستان؟ إذا 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 هم كانوا معارضين. أي نعم. إذا عالجنا هذه النقطة. معارضين للتقسيم. إذا عالجنا هذه النقطة نستطيع أن ندرك أكثر من شيء. من بينها مسألة التعليم. 1930 كان المبادر إلى الفكرة محمد إقبال حينما كان زعيما للعصبة الإسلامية في الهند. أي نعم. طرح فكرة باكستان. يقول المسلمون في الهند لهم ثقافة خاصة ولهم أهدافهم الخاصة. لهم دينهم يختلف الذي يختلف عن بقية الأديان وهو دين صحيح. لهم مقومات الوجود لكن لا يستطيعون أن يقيموا ما يريدونه على أرض الهند. فلابد لنا من أرض أو رقعة جغرافية مستقلة. ف 1947 نشأت دولة باكستان. ولا تدري كم كانت الأمر مرا بالنسبة للهند أن تنفصل باكستان عن الهند. يقول الندوي يقول على الرغم من الجهد الذي بذل والتأسيس الذي كان لدولة باكستان إلا أنها لم نصل إلى المبتغى. أهلها لم يصلوا إلى المراد وهو أن يقيموا دولة الإسلام كما كانت في عهدهم الأول على الأرض التي اقتطعوها. يقول ما السبب؟ سبب واحد. يقول يعود إلى أن الذين تصدوا للتغيير على أرض باكستان إنما هو خريجي المناهج الغربية. أي نعم. يقول لك محدودية الأثر. ربط الإنسان بواقعه أكثر مما تربطه بالأفكار التي يريد. بمعنى أن المناهج الغربية جنت على مخرجات التعليم في الهند حتى بالنسبة للجالية الإسلامية بالنسبة للمسلمين الهند. إذن هذه تختصر لنا الحديث في مسألة التعليم في منظور أبي الحسن الندوي. إذن التعليم الذين تربوا والذي اتخذ أيضا التعليم اتخذ وسيلة لصناعة زي ما يقول أحمد بن نعمان الأوصياء أو الخفراء. بمعنى يصنع لك من لا شيء شيئا وينفقه حتى تحسبه شيئا ويتخذ سياسيا يتخذ سياسيا يعني على أساس أنه قام ثم بعد ذلك يلتف عليك التفافا كليا. يعني التفاف عليك ليس كفرض وإنما على المجتمع ككل. ولنا في العالم العربي أمثلة كثيرة يعني من المحيط إلى الخليج كم من زعيم سياسيين انتجته هذه المناهج الغربية. كان في بداية الأمر شيء ثم تحول الالتفافة كانت 360 درجة يعني 180 درجة. لنا عندنا جمال عبد الناصر، لنا أحمد بن بلة، هواري بن مديان، قيس سعيد، محمد الخامس. يعني في بدايتها تكون شخصيات يروج لها على أساس أنها شخصيات منقذة. ثم بعد صناعة ايه؟ الرمز. إيه شوف شو اسمه؟ يعجبني ما يذكره محمد قطب في كتاب واقع المعاصر. وأشار إليه محمد شاكر. يقول الثورة على الإنجليز منطلقها من أين كان؟ كان من الأزهر. أكيد. كان من الأزهر. كل الثورات. كل الثورات في مصر كانت بدايتها من الأزهر. مجابهة الفرنسيين في الحملة الأولى، ثم مجابهة الإنجليز في الهجمة الثانية. يقول استدعت إنجلترا عاملها على مصر وعوضته بالليمبي. الليمبي هذا ماذا قال لهم؟ عبارة مختصرة ولكنها مفيدة. قال لهم أطلقوا سعد زغلول وأعيدوه إلى القاهرة. عبارة هذه تختصر كل شيء. بمعنى أنها كان سجن لفترة ثم بعد ذلك من أجل أن ينصرف الناس على المعاقل الدينية لمجابهة الاستعمار وجدت قيادة سياسية. ولا ننسى أن سعد زغلول بعد أن خانه الإنجليز في الاتفاقية ماذا قال؟ قال خسرنا الاتفاقية لكننا كسبنا الإنجليز. يعني لا أعتقد أن عاقلا يقول بمثل هذا الكلام. خسرنا الاتفاقية لكن كسبنا الإنجليز. يقول الإنجليز خصوم شرفاء. يعني هذه العقلية التي تكونت على منهاج النظام التعليمي في مصر. من أجل إحداث أيضا تغيير في نظم التعليم لم يغلق الأزهر وإنما أوجد بالنسبة أو بجانبه نظام تعليمي موازين والتعليم المدني. التعليم المدني الذي يوفر الوظائف برواتب مرتفعة في زمن وجيز للتكوين.
الذي يتخرج من المدارس المدنية التي تشرف عليها الإنجليز يوظف في مدى 4-5 سنوات. والأزهريلة الأزهريلة يقول أنه حتى أن الراتب له انعكاسه على حياة الإنسان. الذي يدرس إنجليزية براتبه المرتفع يتأنق في لبسه وفي حياته الخاصة، فيشار إليه بالبنان. الأزهري لا يتجاوز أجره جنيهات معدودة، يقول هذا ينعكس هذا على هيئته، فيزهد الناس فيه، يرون هذا الذي يدرس اللغة العربية أو الشريعة إنسانا، يراه إنسانا رثا كبير. عادة ما تسند تدريس هذه المواد إلى الإنسان كبير السن، هذا كافي لأن يصدهم عن التخصص. فانصرف الناس إلى التعليم المدني، بمعنى أنه الطريقة التي سلكتها إنجلترا في مصر في تدجين التعليم غير الطريقة التي سلكتها فرنسا في الجزائر. فرنسا ربما هذا من 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 محاسن الأقدار، أنها حاولت غلق الصحف، غلق المداشر، اعتقال المشايخ والمعلمين الذين يشرفون على تعليم القرآن في الكتاتيب. هذا كان عاملا لإصرار على المواصلة، مع في الوقت نفسه كانوا ينشئون تعليما موازيا يهيئونهم لما بعد الاستقلال، وقد كان هذا. إذن المناهج التعليمية هي اللي أوجدت هذه النخبة، نقول نخبة فاسدة، نخبة فاسدة. وأبو الحسن الندوي حينما يتحدث عن الوعي الذي يحدث يقول الوعي غير التعليم، يقول هنالك من الناس من تجد معه شهادة لكن وعيه لا يؤهله لأن يكون حاملا للواء التغيير. إذن التعليم الذي نريده كما يرى هو التعليم الذي يحدث تغييرا في نفسية صاحبه، يعني الوفي لفكرته المتطلع لواقع أفضل من الواقع الذي نعيشه. وكما قلت أستاذ، التعليم له دور كبير، وهذا ستتطرق إلى موضوع جد شائك ويثير كثير من الحبر. وفي الإعلام يعطي دائما جهة واحدة في الأخير. الشيخ محمد عبده رحمه الله وحركته الإصلاحية، كلنا يقول هذا رجل الإصلاح، ولكن هناك اتجاه آخر يقول العكس ذلك، منهم محمد قطب الشيخ البوطي رحمه الله يتهمونه أنه هو الذي أفسد الحال بتحالفه مع اللورد كرومر في المناهج التعليمية، في كتابة المناهج التعليمية لما كان وزيرا. كرومر اللورد كرومر كان معه محمد عبده في كتاب المناهج التعليم، يتهمون محمد عبده في هذه الأمور. يعني شوف دكتور خير الدين، يعني نقاش ولكن يثير حساسية كبيرة. أنا من أجل أن نخرج هذا الإشكال لك أحبذ دائما أن أقارن. إذا أخذنا حركة الإصلاحية لمحمد عبده في مصر، أخذنا الحركة الإصلاحية قارناها بالحركة الإصلاحية في الجزائر، نختصر الحديث. شكرا أستاذ. يعني محمد عبده ما وجد من العوائق التي تحول بينه وبين ما يريد، حتى أن بينه وبين المستشرق الفرنسي رينان كانت صداقة إلى أبعد الحدود. وانتقده كثيرا الشيخ محمد مصطفى صبري في كتابه العقل وموقف العقل. نعم. هذا رينان عليه كتابه رسالة النصرانية رسالة التوحيد. رينان هذا صديقه رينان هو الذي يقول إن الحضارة الغربية لن تبلغ مداها حتى نرى ولد إسماعيل مشردا في الصحراء ويموت بالجوع. ولك أن تقارن. نعم أستاذ، الوقت يداهمنا والموضوع شيق جدا، وهذا النقطة الأخيرة جدا شائكة، ممكن نطرحها في لقاء آخر إن شاء الله. متابعينا الكرام، نحن نصل إلى نهاية هذا اللقاء، مع أننا لم نستطع أن نقدم كل أفكار الشيخ أبو الحسن الندوي، فإنه رجل موسوعي من كتابه الصراع الفكري بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية. كتاب روائع إقبال، وهو ترجم لبعض أشعار محمد إقبال مع التعريف به وبفكره وتوجهاته. 3 أجزاء في مسيرة الحياة، وهي 3 أجزاء وهي سيرة ذاتية للشيخ رحمه الله في مسيرة الحياة، الجزء الأول والثاني والثالث. إذا هبت ريح الإيمان، وهذا كتاب يتكلم فيه عن تاريخ الشيخ أحمد بن عرفان الذي أسس دولة إسلامية في الحدود الشمالية للهند، ولكنها لم تدم طويلا. مجموعة كتب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، هذا الجزء هو الإمام الدهلوي ولي الله الدهلوي صاحب كتاب حجة الله البالغة،
وله كتاب آخر عن الإمام السرهندي، وكتابان آخران. وكتابه الذي عرف به ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، أنصحه بقراءته. وله العديد والعديد من الكتب الأخرى، منها ربانية لا رهبانية، الكتاب في السيرة النبوية. والعجيب في ذلك أن هذا الشيخ له كتب للأطفال، قصص للأطفال والسيرة النبوية للأطفال. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.